بالنسبة للاحتلام، أو إذا احتلم الاحتلال. الإنسان في نومه وكذلك إذا خرج المني منه بلذة معتادة في يقظته، فإنه يجب عليه الغسل. وهذا الغسل يجب عليه إعداد وسائله، إذا كان الماء باردا أن يسخنه، وإذا كان الجو باردا أن يحافظ على صحته ما استطاع بالكن والدفء نعم. والادهان والتستر باللباس وغير ذلك. فإذا عجز عن كل ذلك وكان متأكدا أن الغسل بالماء البارد سيضر به، فله حينئذ أن يتيمم. وهذا التيمم هو الذي أمر الله به عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. قد قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا التيمم له 3 أركان. الركن الأول النية، لأن التيمم أصلا معناه القصد، كما قال خفاف بن ندبة رضي الله عنه: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا وقفت له علوا، وقد خام صحبتي لأبني مجدا أو لأثأر هالكا، أقول له: والسيف والرمح يعطر رمحه يعطر متنه، أنا أتأمل خفافا إنني أنا ذلك. هنا قال: فعمدا على عيني تيممت مالكا، أي قصدته. والقصد هو النية. الركن الثاني هو مسح الوجه، والركن الثالث هو مسح اليدين. فهذا المسح بدايته من التراب من الأرض، وبعد ذلك نهايته بمسح العضو. فلا بد من ضربتنا، أي وضع اليدين، والمقصود بالضربة هنا وضع اليدين وليس ضرب الأرض بهما بشدة، بل مجرد وضعهما يسمى ضربا. وهذا الذي يتيمم عليه هو الصعيد، والصعيد ما صعد على الأرض من أجزائها، فلا بد أن يكون من أجزاء الأرض، ولا بد أن يكون طيبا. والطيب مختلف في تفسيره، فعند المالكية والحنفية هو الطاهر، والحنفية عندهم أن الأرض تطهر بالجفاف، نعم. وعند الشافعية والحنابلة أن الطيب هو المنبت، لأن الله تعالى يقول: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. وعلى هذا اختلف في تفسير قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل من هنا ابتدائية أو بيانية؟ فكثير من أهل العلم زعموا أن من هنا ابتدائية، معناه ابتداء التيمم بالضربة على الأرض أولا، ثم بمسح الوجه، ثم اليدين إلى الكوعين، أو من قال بمسحهما إلى المرفقين. جميل. والقول الثاني في التفسير أن من تبعيضية، أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه. وعلى هذا لا يكون المتيمم به إلا ما ينتقل بعضه، أي ما له غبار يبقى في اليدين. وهؤلاء يرون أن لا يتيمم على الحجارة النظيفة التي ليس عليها غبار، ويرون دليلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتيمم على الجدار حكه بعصاه حتى أثار غباره. والمالكية والحنفية يرون جواز التيمم على الحجر وعلى التربة التي ليس لها غبار، وعلى المنقول الذي نقل من مكانه، حتى لو كان الإنسان يحمل حجرا فيضعه في المسجد يتيمم عليه وفي بيته جميل. فلا حرج في ذلك.